السلام عليكم سهيل، كيف حالك؟ وعليكم السلام يا شريف، أنا بخير وكيف أنت؟ الحمد لله، أنا بخير أيضا. كيف حالك في البيت؟ جيد، فقد أكد الوقت في المنزل لأداء واجبات منزلية والتكليف من محاضر، وأنت؟ نعم، مثلك تماما. فقد قلة خط الإنترنت هنا هي التي ستسبب صعوبة في إتمام مهمة التعيين. سهيل، نحن على وشك الانتهاء من تخرجنا، إذا ما هي خطتك في اختيار منهك؟ نعم، يجب أن نتحدث عن ذلك. فلنذهب وننتظر اندماج فكا إلينا. يجب أن يكون هناك. حسنا، اتصل بي. السلام عليكم، كيف يا شباب؟ وعليكم السلام، أنا بخير. في الواقع كنا نتحدث عن اختيارنا الوظيفة، هل يمكنك مشاركة رأيك معنا؟ بالتأكيد، تفضل. أريد أن أكون ضابطا دينيا بدون أن يحادث، لأنني لا أملك أي خيار أفضل من هذا. لماذا تعتبر هذا خيار أفضل؟ هل يمكنك أن تشرحها أكثر؟ حسنا، إذا كانت تريد إثبات نفسك بطريقة لئيقة، فقد يكون هذا هو الخيار أفضل في حياتك. بصرف النظر عن ذلك، يمكنك الحصول على بيئة عمل جيدة وهدايا في هذا القطاع. لا أستطيع أن أتفق معك. رغم ذلك، هناك تحديات كبيرة في هذا القطاع، حيث يجب أن تكون دقيقا للغاية خلال عملك. لا يمكنك حتى ارتكاب خطأ سخيف في هذا القطاع الذي لا يمكن أن يمنحك الكثير من الراحة. بدلا من أريد أن أعمل في شركة فنية. نعم، ما السبب وراء ذلك؟ انظر، أحببت أن أكون مبدعا، لذلك هناك كثيرا من الفرص في هذا القطاع، حيث يمكنك أن تكون مبدعا جدا. ماذا تقول سهيل؟ نعم، يمكن أن يكون هذا أحد مبدعين، كما يمكنك تفكير في عمل في شركة فنية. لكني أريد أن نبدأ مسيرتي مهنية بالعمل في شركة متعددة جنسيات. لماذا يا سهيل؟ إنه عصري عولمتي، وأنا أحب دائما أن أكون جزءا من تدويل. لذا فإنني أرغب في عملي في شركة متعددة جنسيات حتى أتمكن من مشاركة رأيي، أو يمكنني التواصل مع علماء أجانب آخرين، مما يجعلني أشعر بالاتساع من حيث مظهر خارجي. هذه فكرة رائعة حقا. أنا حقا أحب تفكيرك يا سهيل. سيكون لكل فرد مزايا الخاصة. يجب أن نستفيد من المواهب التي لدينا بحيث تدربنا لتكون أفضل. نعم، أنا أيضا أتفق معك، فكا
المزيد من خبرة سوف تنتج لنا. نعم، أنتم جميعا جدا. نرجو أن نحقق جميعا ما نريده للنجاح. حظا سعيدا لكم جميعا إن شاء الله. فلننتهي هنا اليوم. أراك قريبا. السلام عليكم. نعم، وعليكم السلام إن شاء الله. جيد، مع السلامة، إلى اللقاء.